أرسنال من الأسبوع من قبل 5 أسابيع من نهاية الدوري بقى المركز الثالث حكر لو ما حد حينافسه فيه، كان حتى لو قبل ال5 مباريات دي لو خسرها كلها ما حد كان حيصل نقاطه اللي وصل فيها اللي وصلته إلى المركز الثالث، محافظ على المركز الثالث من يمكن بدايات الدوري الثاني. فالشكر نقدم التهنئة الكبيرة لنادر ولهلال بورصدان بالتمثيل الخارجي في الكونفدرالية. أهلي شندي ما حيمثل في الكونفدرالية رغم أنه الرابع، ما حيمثل لأنه ما أخذ الرخصة. حيمثل اللي بعديه والخامس هلال فاجر برضه ما عنده الرخصة، الخيالة حيمشي أهلي الخرطوم. الآن حسب ما هو يشاع في الاتحاد إنه أهلي شندي وهلال فاجر ما عندهم الرخصة، ما حيمثلوا لأنه الكاف السنة دي متشدد جدا جدا بالرخصة، حتى لغى الرخص المؤقتة وأضاف اشتراطات جديدة للرخص اللي هي فريق نسائي ومسؤول إعلامي رامي يدير المنصة الرقمية إخضاع حسابات الأندية للمراجعة الخارجية من قبل الكاف، وعنده اشتراطات جديدة لنيل الرخصة كمان. وإلى الآن الرخصة، أنت تعرف الرخصة في السودان 6 أيام، الهلال والمريخ وحتى توتي ما أخذها، توتي وكوبر والهلال والمريخ ومعاهم فرع الخرطوم، أهل الخرطوم. الهلال والمريخ وهلال بورسودان هلال الساحل واهلي الخرطوم وكوبر وتوتي، دي بس الستة في الممتازة اللي عندهم الرخصة الأفريقية الآن.